حارب حارب حارب. ايه صوتك وانت بتعيط جايب لاخر الدنيا؟ مالك؟ مفيش حاجه. انا سبتك نايم الصبح وقلت بقى اجيب لك اللقمتين دول، شكلك لا نمت ولا اكلت بقالك ياما. وسبتني هنا لوحدي؟ طب كنت صحيني، افرض حد جه وحكاها معايا. يا جدع ما يبقاش قلبك ضعيف، انا مأمن الدنيا وقايل لصاحب الارض لو عوق بقى مدد رجلي هنا، وامنها حراسه ومنها نومه، بيرضيني باي حاجه ما تقلقش. يلا بسم الله. طمن انت مع الدشاش. يلا بسم الله. وانت بتعمل معايا كده ليه لما اوصل وانا الدنيا حاطه عليا وفتحت الماليه؟ شوف يا ابن والدي، انا من ساعه ما شفت حكايتك مع العزازي وابنه وامك الله يرحمها قلت الراجل ده مظلوم، ودعيت لك ربنا هينصرك وان شاء الله ربنا هينصرك. كل بقى وانا حكايتي مسمعه قوي كده؟ يوه ده انت البرامج قعدت يومين ثلاثه ما وراهاش غير محارب، سايبين مو صلاح وماسكين مو محارب. تعرف بقى البرامج بتاعتنا لما بتجعبت في حاجه ما بتسيبهاش الا بالطبل البلد. وانت بتتفرج فين؟ وانت عندك تلفزيون اصلا؟ لا يا باشا انا بتفرج هنا. هوب. ايه ده؟ ده التليفون غالي. امال ايه؟ انت سارقه؟ يا جدع ما تقلش مني، احنا اه زينا محرومين من كل حاجه، بس لما نلاقي حاجه محرومين منها اهو بقعد بقى اتعشى بيه لحد ما انام. التليفون ده كان مع واحد سايح ماشي بيه وقع مني، قلت له مستر ذيس فود دروب فور يو، قال لي تيكت، قلت له انا تيكت انا، قال لي اه، قلت حلال عليا، هو صحيح صيني بس احسن من ما فيش. رحت لواحد صاحبي شحنه لي بباقه ب 200 جنيه، بقيت نجم العالم، وشفت منه بقى الدنيا كلها، وعرفت قصتك، شفت صورك وصور عربيتك، صوره امك الله يرحمها. اقول لك على حاجه، انت بقيت الترند في الفيسبوك والتيك توك والانستجرام، ده انا حاسس ان التيك توك ده مخلوق عشانك، ده كان واحد داس على زرار قال لهم اتكلموا على التيك توك عن محارب. بين الناس بقى شايفينك ايه؟ بريء. مش شايفينك عيل لا مؤاخذه يعني قتال قتله. يعني انت لو دخلت دلوقتي على جوجل كتبت ايه؟ محارب، هتلاقي بلاوي، الدنيا خربانه. ايوه. اهو. كل ده عننا؟ امال ايه؟ رقمية طاغية. يا نهار اسود. شوف. دي مش صوري. ما صور مين؟ وعهد الله ما صور. كده ما تحلفش. انا عمري ما رقصت بمطاوي. ولا العربية المكسرة دي عربيتي. ده انا عربيتي كانت على نص الموقف. يا الناس عايزة مني ايه؟ طب صلي على النبي، صلي على النبي. عليه الصلاة والسلام. اهو. إيه ابن العزاز اهو. اللي ورا طالع مباشر. متخيلين يعني ايه ولد بلطجي؟ اه بقول بلطجي. جيت اخويا. انا عايز يقتلني انا كمان. بعد الشر. لولا ستر ربنا والخير اللي بعمله قدامكم ومعاكم كان زماني دلوقتي ميت انا كمان. المشكلة بقى ان الولد ده لسه هربان. وانا في خطر انا وامي. بس انا واثق في ربنا. انه هيجيب لي حقي وحق ابويا، واثق في القانون العادل انه برضه هيجيب لي حقي وحق ابويا. متزعلش بقى، خلاص بقى فك بقى كده، خلاص بقى فكنا من النكد ده ويلا نلعب بقى شوي. يلا فك وشك بقى. كذب، قسما بالله الواد ده كذاب. هم قاعدين يلعبوا وشايفيني انا في الزريبه. طب استهدى بالله بس، استهدى بالله. مخرب بيتك انت، جسمك ده فيه ايه؟ مغناطيس بيجيب عليه الحكومه؟ يلا اهرب، يلا يابا. انا سمعوش ايه؟ طب يلا 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 برضك. لا حول ولا قوة إلا بالله. وبعدين معاك يا سي عزيز. مالك يا جمال؟ واد عمك من ساعة ما خف وشه ومشى وأنا بكلمه على النمرة اللي خدتها من نعمان، تليفونه مكفول طول الوقت. عايز تطمن عليه؟ هي الراجل عطناه الأمان وحريمه أمانة في رقبتنا. وبعدين معاك يا راجح. احنا هنفضل قاعدين كده؟ ماشي يلا بقى، أنا زهقت. أوه. في ايه؟ مفيش، من ساعة ما صحيت كده وهي نازل عليها سهم الله ما بتتكلمش. كمان كانت المفروض تنزل لابوها مصر، بس مش عارفة مالها، ما بتتحركش من مكانها. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. تديها العلاج؟ اه والله بديهولها، بس انا قلقانة عليها قوي. تكونش حبلة؟ حبلة ايه؟ محارب لسه ما دخلش عليها. هو انت مخطوبة بنت عمي؟ لا،
ليه؟ طب وعزة وجلالة الله اللي جدك عندينا دول جرى وراها جرطة عيال؟ عشان مصر غير هنا، وبعدين ما ينفعش تقول كده لبنت. حقك علي، ما ينفعش أقولك ده لبنت. اسمعي، لو ناقصك حاجة أنا أجيبها لك من العين ده قبل العين ده. كتر ألف خيرك. استني يا عم انت، استني بقول لك. تفتكر الحكومه دي جايه لي؟ هتفرق معاك في ايه؟ المهم ان هم حوالينا. يلا بقى. طب انت موديني على فين؟ هنروح نسترزق، معناش فلوس. اخر فلوس معاك تبقى الاكل ده. طيب انا معاك، عايز اجيب شاحن الموبايل اللي معايا ده، عايز اطمن علاقتي ومراتي. وانا الشاحن برضه اللي معاه ما يدفعناه، نبقى ننزل مع بعض نسترزق وربنا يكرمنا ان شاء الله. يلا. طب بقول لك ايه؟ بس انا مش عايز حد يركز معايا ولا حته فيها نوش. ما عشان كده هنروح المركز، هناك الدنيا زحمه وسداح مدح ومحدش هيحس بينا. ادفع على وشك ويلا. يلا بقى، خد هنا تعالى. تاخدني بدوكه كده وساحب وما قلتليش انت هربان من ايه. انا صاحب راجل غلبان متجوز وعلى قد حالي، كنت عايز اعمل مشروع كده، خدت قرض والدنيا كانت ماشيه زي الفل. هوب جت الكورونا والدنيا باظت. عرفت اسدد قروضي، عرفت اسدد ديني، والمشروع وقف بقى عشان السفر والحظر وزي ما انت فاهم. وابني الصغير كان تعبان، ما لحقتش حتى اعالجه على لفه الدوله، مات. الله يرحمك يا محمد. بعت كل حاجه، كان فاضل بس ابيع نفسي واشكركم بكركم. وانت يا عم ناقص هم على همك عشان تساعدني يا صاحبي. هنبقى اتنين بدل ما نبقى واحد. طب وهتفضل هربان كده كتير؟ انا هتنطط بقى من مركز لمركز ومن بلد لبلد لحد ما ربنا يفرجها ان شاء الله وسدد ديني. ما مش عارف، حاسس ان هو بقى تاجر مخدرات. ربك كريم وان شاء الله يفرجها من عنده. بس انا برضو مش فاهم انت مديني على فين يا باشا. ما قلت لك على المركز. بص يا باشا، هناك في بيوت كبيره بمسح كام سلم منهم كده ولم منهم شهريه في اخر الشهر، يا دوب تقضي حق الاكل والباقه. قلت ايه؟ انت عايز امسح سلالم؟ بص يا ابو الرجوله، انت مضطر، والمضطر يعمل ايه؟ يمسح سلالم. برافو عليك. يلا. صباح الخير. صباح الخير يا يوسف. قول لي ايه الاخبار؟ المعمل الجنائي ما حرصش اي حاجه غير فايل فيه توكيلات. العربيه كانت فاضيه، والمحضر مش جايب سيره اي تليفونات زي ما قلت لك. يا نهار اسود، يبقى كده اكيد الموبايلات دي اتسرقت. دي لو وقعت في ايد محارب تبقى كارثه. الموبايلات دي كان فيها ايه يا باشا؟ انت مالك؟ خليك في حالك. كلم لي مجدي النمرود حالا وخليه يقابلني في المكان اللي دايما بنتقابل فيه. طب يلا، انت لسه قاعد؟ يلا. وبعدين بقى